من يريد أن يبادر الآن ويسجل في استمارة الدورة؟ كما قالت الأستاذة ليلى منذ قليل، صرفنا رسوم الدورة على الهدايا. نعم نعم والله فعلا، الناس لو تعرف يعني ماذا سينفق، يعني هيقولوا يعني يا ربنا يعني لو أضفنا. عشان كده المباشر احنا بنميزه دايما، النظام المباشر أصله بيجتهد ويسير يعني. تمام. طيب إذا فتحتم الآن الاستمارة التي أرسلتها لكم ستجدون هذا في المقدمة، استمارة التسجيل في دورة النحو القرآني الدفعة السابعة للتمييز وللتميز في دراسة علم النحو واحتراف إعراب سور كاملة من إعراب القرآن الكريم، من القرآن الكريم. طبعا باب استقبال الدفعة الجديدة، الحمد لله فتح، الدفعة السابعة أبشروا، كان الناس ينتظرون الحضور المباشر، الحمد لله الآن سجل الآن كمان لتحصل على خصم 25% من قيمة رسوم الدورة، بالإضافة إلى الهدية العظيمة دورة الأسماء المبنية كاملة مسجلة بالفيديو، وهذا العرض ينتهي قريبا جدا. معلش عشان نكون واضحين، ما قلت منذ قليل سينتهي قريبا. تسجيلك في الاستمارة وتأكيدك لاشتراكك يضمن لك بفضل الله أولا وآخرا مكانا. ستجد في هذه الصفحة أولا خصائص الدورة، بعض الأمور التي تحدثنا فيها، بعض الهدايا موجودة هنا بالداخل. ستجد في هذه الاستمارة أنها في هذه الصفحة لا بد من هذه الدورة، فهي خطوة أساسية لمن أراد أن يلتحق بالدورات الأخرى لدينا، أو دورة الأسماء المبنية خطوة هدية خلاص، دي من سيشترك في هذه الدورة يعني هيلحق ويسجل الآن قبل انتهاء الموعد، دورة إعراب جزء كامل من القرآن الكريم، دورة حروف المعاني من روائع دوراتنا التدريبية حروف المعاني، دورة شرح متن الجزرية. طب وإيه علاقة النحو بالجزرية يا أستاذ؟ أما تأتي معنا إن شاء الله في الجزرية ستعلم. تمام. دورة الكتابة الصحيحة بالعربية الفصيحة من روائع دوراتنا برضو، دورة القراءة الصحيحة بالعربية الفصيحة من روائع دوراتنا التدريبية أيضا. يبقى يجب عليك أن تلتحق بهذه الدورة حتى إن شاء الله تكون معنا في هذه الدورات. يبقى أخيرا اعلم أنك ستخرج من هذه الدورة وأنت متميز في مجال دراسة النحو، أنت متميز عن غيرك، أنت متميز بالقرآن الكريم لأنك درست في هذه الدورة علما قيما من علوم القرآن الكريم، لأنك سوف تغير نظرتك وفهمك للقرآن الكريم من خلال النحو، لأنك سوف تبدأ دراسة علم النحو من تحت الصفر لأننا راعينا جميع المستويات في هذه الدورة، لأنك سوف تصل بإذن الله أولا وآخرا إلى مستوى احترافي راق يجعلك تتفوق على المتخصصين أنفسهم. هذه في المقدمة. يبقى إذا كنت وصلت إلى هذه الاستمارة اعلم أنك من الأشخاص القليلين الذين وصلوا إليهم هذا الخصم. في ناس تعرف عن الدورة من برا هذه الاستمارة، معلش من دخل من هذه الاستمارة فقط من سيحصل على الخصم، لا مكان للخصم إلا من خلال هذه الاستمارة، لا مكان للهدايا إلا من خلال هذه الاستمارة. تمام. يبقى هذه استمارة خاصة، ده بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم الدورة على أكثر من دفعة، على أكثر من دفعة إذا قررت الوصول إلى إعراب سور كاملة من القرآن الكريم. إذا قررت كل ذلك فلا تخرج، لا تخرج من هذه الاستمارة إلا وقد سجلت في هذه الدورة القرآنية المباركة. أضغط على كلمة التالي، ستجدون هنا أن الدورة بنظام الحضور المباشر في قاعات مجال بالمعادي. تمام. ثم بعد ذلك سننتقل إلى التالي، تضغطون عليها كلمة التالي، تجدون نبذة هنا عن المحاضر، ثم تضغطون على كلمة التالي، بيانات التسجيل، تكتبون اسمكم هنا الثلاثي، الناس اللي بتسجل دلوقتي معايا. تمام. الاسم الثلاثي يكتب هنا، مثلا أحمد أشرف مثلا اسمي، وهكذا أشرف سعد. رقم الواتساب، طبعا احنا في مصر نكتب رقم الواتساب عادي 010 مثلا. تمام. عشان اتواصل معك. المدينة ومحل الإقامة، أنا في القاهرة مثلا، مثلا في المعادي. الفئة العمرية من 15 إلى 20، في ناس أقل من 15 على فكرة، من 20 إلى 25، من 25 إلى 30، على حسب ما تختار مثلا، وهكذا تختار فئتك العمرية
الا فوق السبعين، المؤهل الدراسي، كنت مهندسا، كنت طبيبا، يعني ما شاء الله الدفعه السابعه ما شاء الله تخصصات جميله، الدفعه السادسه عفوا، جمعنا كل التخصصات في هذه الدفعه. المؤهل الدراسي يفضل ان تكتبه لنا هنا، هو كده كده لازم تكتبه هنا قبل ان تنتقل. مثلا حاصل مثلا على مثلا لدبلوم، او حاصل على بكالوريوس مثلا تربيه، وهكذا، او حاصل على كذا معلم قرآن كريم وهكذا. تمام، هل درست معنا في اي دوره سابقه؟ لو كنت درست فاكتب لنا نعم، لو هذه اول مره فاكتب لنا لا. هل تريد الاشتراك في الدوره؟ نعم. رسوم الدوره طبعا موجود هنا امامكم، ادفع ما تستطيع، علما بان الخصم الموجود في هذه الاستماره خاص بمن سجل عن طريقها فقط. اضغط على كلمه هنا، على كلمه اختيار، اجد الرسوم مفتوحه. رسوم الدوره كامله 2000 جنيه. تستطيع أن تدفع، تستطيع أن تدفع 1950، 1900، 1850، 1800، 1750، نازل 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 لحد الحد الأدنى للرسوم 1500. تستطيع أن تدفع 2000 جنيه، 2000 جنيه، أو أن تدفع 1500 جنيه الحد الأدنى، أو ما بينهما كما تشاء. رسوم الدورة كاملة 2000 جنيه بالإضافة إلى الأوراق برسومها، بالإضافة يعني ده حاجة تانية، الأوراق إحنا جعلنا 1500 ولسه الأوراق مجانا أصلا التي ستقدم لكم، المادة العلمية كلها مجانا. تمام، فالذي يختار، أنا مثلا أختار الحد الأدنى، اخترت الحد الأدنى. هل تعلم أنه يوجد عرض خاص بكل من سجل في هذه الدورة عن طريق هذه الاستمارة 25% فقط، 25% زائد دورة الأسماء المبنية المسجلة غير الهدايا اللي في الملف طبعا. تمام، نعم اعلم. طريق الدفع طبعا فودافون كاش مثلا، ده ايسر طريقه للدفع هنا في مصر. هل ستدفع رسوم الدوره دفعه واحده ام على اكثر من دفعه؟ ادفع مره واحده، اثنين، ثلاثه، لا انا عايز اربعه، هدفع على اربع دفعات. تمام، لكي تستطيع الحصول على العرض وتاكيد الاشتراك يجب عليك دفع مبلغ تاكيد الاشتراك اللي هو 400 جنيه كحد ادنى قبل انتهاء العرض قريبا. لمن ارادت ان تدفع مره واحده ماشي، من ارادت ان تدفع على اربع دفعات ماشي، على ثلاثه ماشي، كما ييسر. تمام، موعد تاكيد الاشتراك 31 يونيو، معلش يا استاذه ليلى، بعد اذن الاداره سوف نؤجل هذا الموعد ل 5 يونيو، من 31 مايو عفوا ل 5 يونيو. تمام، لو تسمح الاداره عشان بعض الناس لديهم اختبارات ولا حاجه، في خمس ايام كمان فراغه. تستطيعون ان تحضروا معكم من تحبون ان يحضر معكم هذه الدوره، لي صديق، لي صديقه، لي رفيق، لي رفيقه، طبعا هذه دوره للنساء طبعا فقط، عفوا، هذه دوره للنساء فقط. فتحضرين معك، من تحضرين معك صديقه ترافقك، صديقه تكون معك، صديقة تنافسك منافسة حسنة، يبقى جميل جدا. تأتيا معا، تذهبان معا، يبقى هنعطي فرصة للناس توصل هذه الاستمارة. من أين وصلت هذه الاستمارة؟ واتساب مثلا، ثم بعد ذلك لو لي ملاحظات أكتبها هنا، ماليش ملاحظات خلاص بكتب على إرسال. طبعا في ملاحظة هنا، بعد الضغط على كلمة إرسال بالأسفل سيظهر لك رابط، اضغط عليه واتبع الإرشادات التي ستظهر لك لتأكيد التسجيل. اضغط على كلمة إرسال، طبعا هنا انا ما حددتش الميعاد، اختار اخر ميعاد 5 يونيو، ارسال كده انا سجلت. ممكن اضغط هنا على الرابط ده، او فين الملاحظه هي؟ قم بالضغط على هذا الرابط وسينقلك مباشره الى الواتساب الخاص بالمسؤول الاداري، اكتب كلمه سجلت لكي نتواصل معك لاتمام عمليه التسجيل. اضغط على هذا الرابط الاقي نفسي في الواتساب على طول، اكتب سجلت، اكتب سجلت فقط بس، السلام عليكم، سجلت بس، خلص الموضوع. هذا هو التسجيل في هذه الدورة، هذا هو التسجيل في هذه الدورة. الآن وقت الأسئلة. أول سؤال، هذه الدورة للنساء فقط، للنساء فقط. طيب هل أستطيع أن أحضر مرة واحدة شيخنا الفاضل؟ أنا لا أرفض هذا الطلب، أنا أرحب بها، ربنا يبارك فيك يا أستاذة عزة. تمام، ده رقم واحد ممكن، بس احنا نشوف يعني العدد بتاع الحضور، اصل الكراسي
بتاع القاعة هي التي تتحكم فينا أو الأماكن. فالإدارة إن شاء الله ستتابع معك، إن شاء الله إن تواجد مكانا ستراسلك وسترسل لك بأن تحضري معنا إن شاء الله، نستضيفك في يوم إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا أستاذ عز. تمام، لا مشكلة يعني، الأماكن متاحة. أصل الأستاذة ليلى هي من تتابع موضوع الأماكن ولا لا؟ طيب جميل جدا. طيب الناس اللي سجلت في الدورة، الناس اللي سجلت في الدورة مرة في الأسبوع. أنا افتكرت كضيفة. لا، كضيفة نرحب بها، رقم واحد. رقم اثنين، نعم تستطيع أن تحضر مرة واحدة أسبوعيا. كضيفة أنا أرحب بها الأستاذة عزة بدون أي شيء، أنا أرحب بها. كمشتركة لا مشكلة بأن تحضر مرة واحدة، إن استطاعت أن تحضر مرتين فخير، مرة واحدة ومرة أونلاين تشاهد المسجلة مفيش مشاكل. بس المحاضرات التطبيقية كلها ستحضرها إجبارا معنا، أي محاضرة تطبيقية لابد أن تحضرها معنا. معلش يا أستاذة عزة، لا أسمح لك بغياب أي محاضرة تطبيقية. أنت بالأخص يا أستاذة عزة بتطبيقاتك، أنا يعني تطبيقاتك جميلة. بالأمس كنت تطبقين معنا في النحو القرآني السادسة، فالسابعة يعني لا بد من وجودك معنا في حتى يكون في حماس ومنافسة وتشجيع لمن حولي. تمام كده، لمن حولنا إن شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا. طيب الأسئلة يا جماعة، فين الأسئلة؟ محدش بيسأل لي. حد له سؤال، استفسار، اي شيء؟ احنا كنا ايام المحاضرات السبت والثلاثاء، ايام المحاضرات السبت والثلاثاء الواحده ظهرا بعد صلاه الظهر، خلاص تفرغنا، ناخذ هذا الوقت المبارك ان شاء الله. تمام كده. الاستاذه سلوناز، خليكي في الاونلاين يا استاذه سلوناز. الدفعه ان شاء الله غدا الاحد، تفاصيل الدفعه السادسه، الناس اللي هتكمل معانا غدا الاحد ان شاء الله. طيب الرابط الخاص بالاستماره موجود الان، من اراد ان يسجل العنوان بالتفصيل. استاذه ليس تتواصل معك يا استاذه فاطمه، بمجرد نزولك اصلا من محطه المترو، خلاص محطه مترو المعادي، انت موجوده في القاعه يعتبر. أنت مثلا في شبرا أو في الهرم، في مترو قريب، أركب المترو أنزل محطة مترو المعاد، خلاص كده أنا موجود كده في القاعة. الناس اللي في شبرا، أجي مترو أنزل مترو من محطة مترو المعادي، خلاص أنا كده في القاعة. القاعة قريبة جدا من المترو. مجال، قاعات مجال، لا لا فروع في الدق عندنا وفي مدينة نصر. هذه القاعات مساحات عمل واسعة، فيها قاعات يعني ما شاء الله جميلة. أنا ما لاقي القاعة إن شاء الله، هيلاقي يعني إنترنت بقى وتكييف وإن شاء الله. يعني ستكيفون نحويا، ويعني ما شاء الله يعني إيه، نحويا وجسديا. بس كده الدنيا حر ولا حاجة؟ موجود معنا تكييف ممتاز ما شاء الله. الناس بتسافر للجامعات، ده جامعة، انتوا في فصل دراسي، معلش يا جماعه. في ناس والله بتسافر للجامعه، انتم الان في طلب علم. الناس اللي ممكن ربنا يعني كل خطوه الاستاذه فاطمه محسن تاتيها من الهرم الى المعادي، كل خطوه تخطوها تمام هي في ميزان حسنات من سلك طريقا. امال فين الحديث ده؟ من سلك طريقا يلتمس به علما. على فكره انا مش في المعادي، عشان بس اكون واضح معاكم، انا كمان بعيد عن المعادي وهركب زيكم والله. يعني انا كمان مش قاعد في المعادي. انا يعني نفس الفكره، في مواصلات وساتي وساسير على قدمي وهاجر نحن متساويان، احنا زي بعض ما تقلقوش. تمام؟ ربنا يبارك فيكم جميعا.
طيب من انتهز الفرصة وسجل فهنيئا له الحصول على هذه الأمور. من انتهز الفرصة والحمد لله حجز مكانا فهنيئا له. من انتهز الفرصة وتواجد معنا فهنيئا له. الدفعة السابعة دفعة مميزة عن كل الدفعات السابقة. الدفعة السادسة أونلاين لها تمييزات جميلة، يوم الأحد غدا نعلنها. نحو القرآن الدفعة السادسة غدا، لا تتأخروا. نريد إعلانات كثيرة في المجموعة، الكل يحضر، الكل يحضر غدا. غدا محاضرة مهمة إن شاء الله. في أي استفسار أو أي سؤال؟ طبعا لم نشأ أن نطيل عليكم، عليكم الليلة. فمن كان لديه سؤال أو استفسار أنا معكم في 5 دقائق معنا الآن. من أراد أن يرسل شيئا أي شيء أنا معكم. من كان ليس لديه شيء يعني اكتب لنا واحد أو عادي، من أراد أن يخرج ففي رعاية الله وفقه الله لكل خير. من أراد أن يسأل سؤالا أو أن يرسل شيئا نحن معه بفضل الله تعالى. الكتب عفوا يا أستاذة ياسمين، كتاب مبسط أو فيديو عن الإعلال والإدلال في الصرف، جامع الدروس العربية، كتاب جامع الدروس العربية للغلاييني، هذا كتاب عظيم، كتاب جميل جدا، ستجدين فيه من الأمور الخاصة بالإعلال والإبدال والصرف وهذه الأمور كلها الخاصة بالجانب الصرف يعني ستجدينها في موضوع إيه. وفي كتاب الدكتور فاضل السامرائي بس جامع الدروس العربية من وجهة نظري أكثر وتبسيطا، الصرف العربي أحكام ومعاني الدكتور فاضل السامرائي، إن شاء الله في إن شاء الله قريبا قد نقوم بعمل دورة في الصرف إن شاء الله، الصرف القرآني بقى زي النحو القرآني قريبا إن شاء الله. أستاذة ليلى كل من يعني سجل تواصلي معهم. الأستاذة براء أنا جاية مصر بس هكون في القاهرة وهقعد فترة قصيرة، نفسي جدا أحضر الدورة دي والله. طيب أستاذة ليلى، الأستاذة براء هي ضيفة في هذه الدورة، خلاص احنا لنا ضيف في كل دورة، إذا جاءت القاهرة إن شاء الله فهي ضيفتنا، ضيفتنا في مقر الدورة. خلاص كده، وهذه الهدية يعني كما نقول كده سبقك بها عكاشة. الأستاذة براءة إن شاء الله معنا يا أستاذة ليلى، تحضر لنا هدية من السودان. طبعا يا أستاذة، طبعا يا أستاذة عز، الأستاذة ليلى قالت كمشتركة، كمشتركة أنت من أهل مصر فأنت معنا تحضرين يوما أسبوعيا، تحضرين لنا أنت ضيفة فوق رؤوسنا، لا مشكلة برضو أنت ضيفة يا أستاذة عز لا مشكلة. لكن أنا أقصد الأستاذة براءة هي من خارج مصر، فهي طبعا جاية يعني مسافة بعيدة جدا ما شاء الله يعني. معلش يا أستاذة ليلى، معلش أن تكون معنا ضيفة، هي ضيفة أستاذة براءة بالأخص ضيفة معنا. كلهن ضيوف؟ طيب والله ما أنا مراجع كلام، الله يبارك فيك يا رب. إذا استطعت أن تكوني معنا فهنيئا. أستاذة عزة خلاص ما احنا قلنا لك يا أستاذة عزة أنت معنا أصلا، شئتي أم أبيتي إن شاء الله. يسر الله لك كل عسير. ورزق الله الجميع من الخير ما يسر لهم الالتحاق لنا، لا الالتحاق بنا في هذه الدورة. ربنا يسر للجميع كل سبل الرزق وكل سبل الحلال التي يستطيعون من خلالها إن شاء الله. إن شاء الله أن يكون يعني معنا في هذه الدورة. لدينا الضيف يدفع مثل الأجل. طيب هذا الموضوع معك أنت يا أستاذة ليلى، أنا ماليش دعوة بيه عشان أنا ما بوظلكش الجانب بتاعك، ماشي؟ أنا ليس ليس لي علاقة، أنا بس كطلب ووسط، أنا ماليش علاقة. أنا ماليش علاقة. أنا فقط يعني إيه طلبت طلبة، الإدارة أنت كما تشائين، ربنا ييسر لك الأمر. لكن يعلم الله الدفعة السادسة بها يعني شخصيات أنا فخور بأنني أدرس لها، فخور أننا نعمل سويا في مجال القرآن الكريم من خلال النحو. جمع الله هذا الشمل الكريم على هذه الطاعة العظيمة، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. لا أريد أن أطيل عليكم، الله يبارك فيك يا رب، الله يعزك يا رب يا أستاذ براء. المحاضرة خلصت؟ نعم يا أستاذ عبد، نعم المحاضرة خلصت، اللي هي الفضل والمنة.
من أراد أي شيء يراسلنا، سنجيب عليه وسنكون معه إن شاء الله. أستاذة ليلى الإدارة معكم في أي شيء، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمر للجميع. يسر الله لكم إن شاء الله، إن شاء الله يسر الله لكم كل سبل الحلال والرزق الحلال لتكونوا معنا إن شاء الله في هذه الدورة. واعلموا أنه من كان في قلبه خيرا أعطاه الله أكثر مما كان في قلبه من الخير إن شاء الله. يسر الله لكم كل سبل العلم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.